انا في حياتي جامي بحب نبدل مولودي في حياتي. انا جياس كيعيطوا لي كي كنت في عمري 16 وما يعيطوا لي، يكون كادي في مولوديه الماركينوم الي روتو جامي درت في بالي نبدل مولوديه في حياتي. شفت في حياتي كان عندي ديجا كان عندي كونتاكت في طروه، وحنا بوبين كان عندنا تو نلعبوا في فرنسا وما بدلتهاش، بدلها بجياسكا مايكل ستان كرونك. لا لا فريق ماشي نقولك تسمى ما فريق شباب قابل احسن فريق في الجزائر ولا نكرو دوكا كي بدلت مولوديه فريق شباب قابل، بصح ما كنتش ناوي نبدل. الناس ضغطت عليا باش بدلت. الناس انا هذاك العام كنت زلزله 2 متر، انا كنت بايت برا شهرين بايت برا لعجوز، بايت انا في باب الواد انا وشي قاعدين نعسوا في الدار بايت برا. انا كنت انا من عائله ماشي قوه بسيطه، مانيش مرفه ولا لاباس بيا الحمد لله، هذه هي الخبزه تاعي. انا كون ما تعطينيش واش ناكل واش نشرب وين نحن نجيب انا، وهذاك الوقت حنا ما كناش نسيديو حاجه. انا كنت كنقول لك شحال كنت نسالهم تضحك 36 مليون هذا ما كان. جات حكايه هادي جياس كحنا شي عيط لي كل يوم، هو ومدام يعيطوا لي كل يوم، قلت ما نجيش كش كان. وديجا كنت ميني كنت في العسكر مينيت هذاك العام، يعيطوا يجي عندي العسكر كازيني يقول لي العام جاي عندي راه عندي ما كنتش ناوي. ومن بعد انا عيطت للمسعودي قلت له عطيني دراهمي توني نبات برا، راني نبات برا ما عنديش واش نبات باش نكري ما عنديش، باسكو زدت ما كنا قاصنا جات بودو. قال لي ايه، قال لي غدوه في الفيلا على 9 من 9 12 تاع الليل خويا انا سنافع هذه اللي غادات طفى التليفون عليا. هاي يقول لي دوكا واش ندير انا وحنا شي عيط لي يقول لي نكيريك في بجاي وانت دير انت وفاميلك. هاي يقول لي دوكا واش ندير انا علاش دائما هاد الاشياء ياسين مع ولاد الفريق يجي لاعب من برا يحطوا له سي موا دافونس والوليد الفريق نخلوه دائما الاخراني. شوف دوكا انا ما عنديش هذاك تاع وليد الفريق ولا يجي برا، انا شوف اللي يجي من الكلوب كي كنت صغير انت كنت الفيوتور تاع كنت المستقبل تاع الفريق. نورمالمون نورمالمون انا قلت لك ماشي نسال حاجه، وجاو مورايا دي جوا كبار عليا داو دراهم داو دراهم بصح بصحتهم، بصح انا نسال 36 مليون تعطيهم ما تعطيهم ليش، وبيت برا بيت الكارطونه كنت بعيد في الزنزله ما كنتش تبات خاف تدخل. هذيك السبه اللي خلاتك انا هذيك السبه عندنا حنا شي والله حتى 12 تاع الليل نسنى فيه طفى عليا التليفون دكتور مسعود. خذ واحد السيد جياسكا بابا ما على بالوش، الناس قالوا بابا هدا ما بابا ما على بالوش، رحت وحدي. اش كانت لا رياكسيون تاع صحابك وكانت عيطوا لي كاع؟ شوف والله عيطوا لي كاع اللي شوف كان بوعسيده فيك ماسون هذاك الوقت عيط لي كاع عيطوا لي الناس كاع عيطت لي واش بيك واش راك دير؟ انا شي انا شويه راسي خشي انا عندي شكوك شكون شو لي بلانسي يا خويا ما تحقرنيش انا ماكش تصدق عليا ما يصدق عليا انا راني لاعب في مونديال الجزائر ديجا هكذا كون ايمان برك انساني تسمى بلا ما نسالك دومو تسقسي عليا تسقسي عليا في هذه المواقف كيما هادو. انت عندك جوا تاعك يبات يقعد في برا يسن غالب سمع على كل حتى ما سمع ظروف هذيك ظروف تاع الزنزله هذيك ما كانش كيفاه بصح دومو تسقسي عليا انا واحد ما تسقسي عليا وما حوس عليا واحد ما رحت شفت وكي رحت نقول زين نحكي لك انا سوا مازال طويله كي رحت في جياسكا شو خويا حطوني فوق راسهم ما باش داو تقول انا بلي ما روحي وليد ليكيب تقول انا داو لي جا موح شريف مدان الحمد لله جاوني للدار داوني نيغوسي تعطاو لي واش نحب داو لي فوق راسهم. كي وليت صاوا المشاكل بدا يعيطوا لي مسعودي ويعيطوا لي البريزيدون لي ديريجون لي كوميتي جاو الكوميتي جابوا لي دراهم انا ما حبش ندي انا موديات خلصني انا مانيش ومن بعد عيط لي جاو بعد تخطات داخل الدار لقيت واحد ميت سي بوتو خدام دارنا جاو جابوا لي دراهم جابوا لي في شكار قلت لهم شوفوا قلت لهم انا نولي المولود بصح انا حنا شي نحيد كان نحيد لايسونس تاعي نولي قالوا هاك دراهم بعد تاع قلت لهم ما نوليش ماشي بدراهم نولي ما تخلصونيش معليش عيطوا لموح شريف يزيد لي كونطرا تاعي يزيد لي لايسونس تاعي انتي سيري في مولودي بلا حتى مشكل خلاص انا ديسيد معلوم معليش جاو الغاشي حشمولي سي بون سي بون يعيط لي بعرف ماشي المعرف كان هذاك الوقت مع باش كان مع مسعودي ورئيس الشرف في مولودي عيط لي قالوا لي ارواح قاش انا دي نهضرها وخلقات لي في قلبي قاعد في قلبي عندها شحال عندها دوكا 17 سنه هي في قلبي ما نقدرش نخليها في قلبي باسكو الناس حابطه نشوف فيسبوك من داك يقول لي ياسين خبي خليت مولوديا غادي يقول لك ما خليتش مولوديا جامي نخليها انا دوك مازال نحط سيبورتي ونشي تيكي تاعي ها لا بروف ديجا ما جامي شتوني في مولوديا ندور انا كيما حبس فوتبال ميت سيبورتي
كنت سيبورتور لعبت بعد حوس بوطلا عاودني سيبورتور. عيط لي معرف قال يجيب عيط لي مسعودي قال لي رونديفو في سان جورج رونديفو في سان جورج قال لي جيب باباك روح كنت صغير انا فهمت شحال كان في عمري 22 سنه 21 سنه 21 سنه عيط لبابا قال لي قلت له كاين رونديفو في جانجو قال لي خلاص نجي جينا دخلنا سان جورج سنا هنا كان مسعودي تركي كان مسعودي طبيب كان معرف وكان الله يرحمه الكعوان واسمه عقون محمد عم احمد ده الله يرحمه وكان واحد اخر مع ما بينش بدينا نقصروا بابا بدا يهضر معاهم غير يا ودي حكرته الولد اسمه بشرح هكذا قالوا انا ما لا باليش وصح ما لا بالوش قام بسمع حكرته انا نقصروا ما عارف يقول البابا يقولوا ما عنديش الوقت كانت تماك خي كان في الدولة ولا قال ما عنديش قالوا انا عندي شغالات ونعرف فلان خلينا انا انتقت تو تاع فلان في الوقت انا عارف ربي والله ما سيني في مولودي تو تعطوني ملايه مشيت رايح قال لي كيف هكا دابا جاني مسعودي قايس يدب ليسونس كيف سيدب ليسونس انا عيط لي حناشي قايس لي ليسونس نعلقك انا عيط له حناشي قلت له رجع لي كوارتي قايس لي نعلقك وحناشي هذاك الوقت ما كانش افريقيا وعربيا ووطنيا قال لي تسيني نعلقك هكذا بعد الهضره تسيني دب ليسونس تعلق وانا كنت حاب نولي المولوديه لا كنت حاب نولي بصح كي هذيك الهضره قلت له والله انا عارف مليار انت مادام انت والله ما نولي المولوديه وما نوليهاش تسمع من حديثك نقولوا بلا انه بعض اللاعبين اللي تحدثنا معهم بعض اللاعبين قدامى في تلك الفتره ما حبوش يوجهوا كما نقولوا كلامهم للمسيرين السابقين ولكن كان عندهم دور كبير في ان ولاد الفريق بزاف يروحوا والله كل حاجه الله ما على بالي انا كتاب لو كادي اليكس الناس المسيرين السابقين هما اللي خلاوك تكيتي الفريق هما خلاوني كيتي الفريق هما انا ما نهضر انا شو نهضر ديالك انا ما عندي ما وسمو انا باسكو قالت لك سبالانس هنايا في قلبي الناس دوكا كاين دوكا كيتلاقاو معايا يقولوا خليت مولود انا مولود جامي نخليها وخرج الكلام هذاك الوقت انه باباك اللي داك وباباك مناصر للشبيبه وخرج حكايه كان بعض الجرائد تحدث وقال انا نقول لك انا بابا مناصر للشبيبه القبائل نهضرها بصح هو باكي مناصر للشبيبه القبائل هو يشوف ومن بعد على كي سبي قبال ومن بعد هو مناصر شباب القبائل قلت لك والله ما لا بالو كي رحت حتى عيط لهم تيزي وزو قلت له راني في تجي اسكاني سينيت قال واش درت قلت مريض ما غيحب شباب القبائل كان حاب يشوفك في المولوديه كان حاب يشوف المولوديه باسكو المولوديه على تربيت فيها لعبت فيها بغيت خلاص ولا الروتور للمولود انا كيفاش راه الروتور صح الروتور عيطوا لي سياربي عيطوا لي النحت وعيطوا لي شكون زادوا عيطوا لي سطيف هذاك الوقت ودام خل مولوديه عاودت وليت مولوديه كنت حاب نولي المولوديه وهذاك العام جياسكا مولوديه ما لعبش جا كونفوكي قلت له ما تكونفوكاش ما عادش نلعب جا عندي عيد جديد قلت له ما تكونفوكاش ما لعبش انا قلت لك حتى لحق 30 سنه باش كنت مولوديه لعبت انا لي زيكيب كونت مودا جامي لعبت كونت مش حاب تلعب فيها ما لعبش ما قدرش نلعب ما تخونش الفريق ما قدرش حتى سما لحقت في عند كاريا لعبت كونت الام سي يو مولوديه